مرموق. انا بفتكر اللي يهمني في هذا ليست الخيانات، يعني ليست يعني حدثت هي بس احنا نثبتها بالتاريخ. والله يا اخي يعني عبد الخالق بلغوا عنه الشيوعيين ولا ما بلغوا عنه؟ بعض الشيوعيين ولا ما بلغوا عنه؟ ما افتكر شيوعي في الحزب الشيوعي، يعني بفتكر الكلام اللي بيقال عن انسان في الدائره في دائرته. لكن انا اللي يهمني كل من في هذا انه عبد الخالق انه هذا الانقلاب يعني لما وقع واضح انه الحزب ما كان مستعد، ما كان مستعد، ما امنوا بصوره، ما كان الحزب ما مستعد لذلك. يعني لما انت تعمل انقلاب والحزب ما مستعد، ما مستعد يامن كادره الاساسي وزعيمه، ده بيحسب في حساب الـ انك انت عملت مقامره، انت حساباتك ما جيده، الحزب ذاته كان في حاله من الضعف. انت كنت وين بالمناسبه في اللحظه دي؟ كنت متدس وين؟ والله انا حاولت الدس وغلبني. يعني قعدت في بيت كده، البيت اللي شعرت بانه طبعا انت ذاته قالوا في ناس بلغوا عنك من الدائره القريبه بتاعتك. والله يا اخي الله يعني نقول شنو؟ يعني الله يغفر لهم لو عملوا الحكايه دي، المساله طالت والحمد لله. انا ما يعني الواحد حي لا زال يرزق، والتجارب اللي مرت بها سواء في السجن والمعتقلات وغيرها كانت تجارب لا باس بها. يعني عندما وصلك خبر القبض على عبد الخالق محجوب، قيل ان عبد الله علي ابراهيم قد اجهش بالبكاء. بكيت. بكيت. ولا استعان بجيني لحظات لما ذكر عبد الخالق ببكي. طيب مرت عليك كيف ليله اعدامه؟ والله انا بس بكيت. بس ما عملت اكثر من كده، وكان في حضور الوالد واخي، واشفقت عليهما من انهم يعتقدوا انا جبنت. ولذلك كفكفت الدم وكده، لكن ما كان عن جبن. يعني كان عن فعلا انا شعرت بان هذا الوحش الهائج قد قبض على يعني ضحيته، وانه ارتوى وتشفى وكل عواطف ضاره كلها يعني وكلها مشاعر بليده وبدائيه. وتاسفت لانه السودان فقد انسان غايه في النبل. لكن الحزب الشيوعي متهم بانه بعد فشل هذه المحاوله قام باعدام 19 ضابط عزل من السلاح في قصر الضيافه، ولذلك بررت كل الاغتيالات التي تمت من بعد بدماء هؤلاء الشهداء الذين اقتلوا في قصر الضيافه. طبعا في نظريات كثيره حول من قتل من في قصر الضيافه. وللاسف نحن لازم نجتر يعني المسموع وما يصدر من دوائر مختلفه. مصلحتهم في النزاع، مصلحتهم انه يقتل 19 ضابط غير اليائسين والمغامرين هذه المره في الحزب الشيوعي السوداني، وغير الطامعين في داخل السلطه، طامعين في بنود العسكر. ما دي النظريه الثانيه. انا بقول العسكر، انا بقول لك العسكر محبوسين في بيت. انا بقول لك في نظريه اخرى طبعا حتى الان يعني احتاج ان نتاكد منها، انه كان في انقلاب. الشاهد القوي، الشاهد القوي انه اليائسين والمغامرين ممكن يكونوا ديل، وممكن يكونوا الطامعين والمغامرين الجدد. طامعين في ماذا؟ طامعين في الحكم، لانه الحكم ده وقع. وده ذنبهم شنو 19 طابق؟ والله اللي قتلهم ده ما كان مكترس، وبعضهم يقتل ديل ويقتل النميري. والله هو ما عارف شنو الطامع مش يقتل عساكر ولا يقتل الغايه. كلمه كلامه هي النظريه بتقول انه هو ما عارف منو جوا. ما عارف منو. ولما طلع نميري بكده كان ممكن يقتل لو لقوه يمكن على انفراد، لكن طلع في جمهره وفرض فرض حقيقه جديده عليهم. لكن ده كله دلوقتي لماذا لا نتوفر عليه بالدرس والتمحيص؟ ما في ناس كانوا موجودين وما زالوا احياء، كانوا موجودين داخل قصر الضيافه وقالوا يعني ماذا حدث من حراسهم لحظتها يعني، والاوامر صدرت والله للحراس. والله متضاربه. ليه الحزب الشيوعي السوداني، وانا دار نختم به الحلقه يعني الحزب الشيوعي، انت نصحته قلت ولكن مطلبي هو ان يكف الحزب عن الالحاف على براءته من انقلابات يراه الناس ضالعا فيها بصوره اخرى، فبدلا عن ذلك عليه ان يفتش عن خطه اكيس تاخذ طبيعته المزدوجه حيال التكتيك الانقلابي كحقيقه ويسعى لتحليلها وفهمها لا لنفيها ثم نفيها ثم نفيها الى ما لا نهايه. ده ما مقصود بانه يعني انه الحزب الشيوعي كان متورط في كل هذه الاشياء بقبول تام. انا بقول في منهجين، يمكن انت الكلام ده في كتابي، انه في منهجين لدراسه 19 يوليو ما سميته منهج ثواني. ايوه نعم. منهج التحري البوليسي منو 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 منو. وانا طلبت منهج ثاني، النظره التاريخي الشامل.
فأنا بفتكر الحزب الشيوعي حقه يشرع في النظر التاريخي الشامل ويسيب حكاية الرد على كل تهمة بلا لا لا، مش معناه أنه يعني إذا قال لا, لا كذاب، لا، لأنها ما مفيدة. ننتقل من هذا المنهج إلى المنهج الآخر. هذا البرنامج برعاية سودا بوست، شركة سكر كنانة، سودا تيل. السودان بريدك. كنانة مصدر أخضر متجدد للغذاء والطاقة. جمعة والأسرة مجتمعة، همست أمي خلسة، كلم أخوك هسة. شلت جنيه من البيت، خشيت الانترنت، لقيت اخوي في الفيس، حكيت ليه الكيس، طمني من الامارات ورسل الجنيهات. امي فرحت بالحيل، لا من قريت ليها الايميل، وحكينا القصة دي ليه؟ عشان نعرف قيمة الجنيه. ريح بالك يوم نت بواحد جنيه فقط، ارسل واحد الى الرقم 500 وتمتع بمئة ميجا بايت انترنت لاربع وعشرين ساعة. ريح بالك يوم نت، بتنفع أي بيت. سوداني أكثر مما تتوقع. أنا للتاريخ يعني أريد منك أن تؤكد لي هذه الرواية من صحتها من عدمها، بأنك يعني كنت في باريس دائما الاتصال بفاروق حمد الله بعد الانقلاب، وأنك أصهرت تأييدا لحركة 19 يوليو التي قام بها اليسار. طبعا هذا مستحيل، لأنه لا يمكن أن أؤيد حركة هذه. أما فاروق فهو صديق لي. في واقع الأمر لم أكن فقط على اتصال معه، بل كنت أدعوه ليحضر إلى باريس للقاء معي هناك، ولم يذكر في بالي. فاروق كان في لندن، وكان يقيم مع صديق مشترك هو الدكتور علي نور الجليل، وبالتالي ليس هنالك امرا غريبا. أدري فيما بعد بان فاروق في المحاكمه قد طلب شاهدين، كنت انا واحد منهم، وكان الثاني هو ابو القاسم محمد ابراهيم، ولم يتم ذلك. طيب، انا في كتاب لي علي أبو سن هو يروي أنك طلبت منه أن يحجز لك في أول طيارة للخرطوم، هو قال لك كيف تهبط الطائرات والمطار مقفول، يعني كان السعدي بدأ الاندحار، يعني بدأ اندحار الانقلاب، انقلاب الثلاثة أيام. قلت له أنت بلهجة القوي الواثق يفتحه يا أخي، وفعلا فتح النميري مطار الخرطوم لتهبط فيه أول طائرة منذ الانقلاب، طائرة منصور خالد. هذا كذب في كذب، لأنني جئت بطائرة عادية وفي توقيت كنت في باريس، وبقيت هناك يعني ثلاثة أربعة خمسة أيام فيما أذكر، وعقدت مؤتمرا صحفيا عده السفير صلاح هاشم، ولم يكن المتحدث عليه رحمة الله يعني في أي موقع في تلك السفارة ليتخذ أي قرار. هناك أيضا واقعة أنت وصفتها بالواقعة الأسيفة، وهي واقعة
مجيء عبد الخالد محجوب بجلباب متسخ إلى مكان كنت فيه أنت وعمر الحاج موسى وكان الرجل جالسا مقيدا. أنا أحب أن تذكر هذه الواقعة لو سمحت. واقعة عبد الخالق محجوب هي واقعة أسيفة بلا شك. كنا في مكتب القائد العام وقتها أظنه إما اللواء الباقر أو خالد حسن عباس لا أذكر في القيادة. وجاءت سمعنا جلبة وبعد قليل جاء مامون أظنه أبو زيد ومعه قليل وقال وجدناه وأدخل عبد الخالق محجوب كان في حالة يؤسى لها وطلب مني في تلك الحالة طلب كوبا من الماء فناولته كوبا من الماء فلا أريد أن أحرج أحدا لكن أتى أحد الرئيس نميري أنت ذكرته عادي ودفع بكوب الماء من فمي ثم قال أنه يريد سيجارة فأوقدت أشعلت له سيجارة وجاء أيضا شخص آخر وانتزعها وكان الرجل الوحيد فيما بيننا الذي يعني أراد أن يدخل في حوار مع عبد الخالق رحمه الله هو أبو القاسم هاشم. بدأ الحديث عن موقف حزب الشيوعي من قضية الاستقلال ومواقفه ضد الأحزاب الوطنية ومواقفه من مصر. أبو القاسم كما أقول دخل معه في حوار وفي تلك اللحظة قال انتصب عمر حاج موسى واقفا وقال يا جماعة الموضوع ده أحسن راجل ده ودوه للمحل اللي عاوزين تودوه له لأنه كان لا يريد لذلك المشهد أن يستمر. وبالفعل طيب دكتور يا أخي السؤال الذي يبدو لي يعني هذه الواقعة التي أسميتها أنت بالأسيفة ألم تكن تستدعي مزيدا من التأمل في التعاون مع نظام يتعامل بمثل هذه العنجهية والصلف مع رجل في قامة عبد الخالق محجوب؟ أعتقد تعامل النظام مع رجال كثر من ذوي القامات وتعاملت أنظمة في هذا البلد مع رجال كثر من ذوي القامات. نحن في السودان فيما يبدو بنقسم أهل السودان إلى خيار وفنجوس. في هذه البلد قتل رجل مثل ويليام دان وقتله الرجال المسؤول المكلفون بحماية الأمن لم ينبس أحد بشفة، لم تسعى الصحافة للبحث عن الذي حدث، لم تسعى منظمات المجتمع المدني للبحث عن الذي حدث، لم تسعى الدولة في أي جهاز من أجهزتها غير الأمور التي دارت كزر للرمادي في العيون. في السودان حصلت أشياء كثيرة وكلها مؤسفة وكلها كان يجب أن لا تحدث. العلاج لهذا هو أن نخلق وضعا تكون فيه الأرض منبسطة وتمنح الحرية لكل الناس وأن لا يظن أي شخص بأنه يملك حقا في هذا السودان أكثر من الآخر. والذي حدث في عهد نميري حدث في عهود أخرى، حدث في عهد الإنقاذ، حدث في عهد عبود أن يقتاد ضابط مثل علي حامد ويشنق مثلا. لكن هناك فرق أن تكون أنت في السلطة ومشارك في النظام ويتم هذا وأن تكون أنت خارج السلطة بالتقييم يعني. لا، ما هو يجب أن ننظر للصراع الذي كان دائرا كما قلت أنا في البداية، صراع مع الإمام الهادي المهدي أو صراع مع الحزب الشيوعي، ذلك كان صراع سياسيا. ويجب أن لا ننسى أن هذا الصراع وصل ذروة تقود إلى الحقد عندما تلقي القبض على نميري بصرف النظر عنه رئيس أنه ضابط كبير وتأخذه من داره حافيا في سيارة لتضعه سجينا في قصره، أليس هذا سبب يقود إلى الحقد؟ عندما تقع الأحداث التي وقعت ويموت فيها من مات في قصر الضيافة، أوليس هذا سببا يدعو للحقد؟ إذا هنالك مبررات للحقد. أنا لا أستطيع يعني أن بالرغم من وصفي لهذا الحادث بأنه حادث أسيف أن ألوم
الإخوة الذين قاموا بما قاموا به، لأنهم كانوا يعبروا عن مشاعر يعني في مشاعر ألم يعني لها 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 مبررات يعني. ولذلك أيضا كان إعدام الشفيع وعبد الخالق وهاشم العطا وحمد الله يعني كان أيضا لهما يبررون. إعدام الشفيع يختلف وربما حتى حمد الله لأنه لم يكن موجودا ولم يكن شيوعيا. إعدام الشفيع بالرغم من كل الأدلة التي تواترت يعني كان هنالك إصرار على إعدامه. وأنا أعرف في قصة الشفيع أنه هنالك تحدثنا مع نميري، أنا تحدثت معه وتحدث معه بصورة أكثر عمر الحاج موسى، وعمر الحاج موسى كانت تحت ضغوط ليس فقط يعني لمعرفته بالشفيع وإخوة الشفيع، ولكن من صديقه آنذاك صلاح بن إبراهيم. كان صلاح كل يوم مع عمر ليتحدث عن الشفيع، لم أسمعه مرة واحدة يتحدث عن عبد الخالق أو غيره. فيعني الحالات يجب أن ننظر لها كحالات مختلفة. طيب أنت يعني أني كنت مع النميري عندما زار مقابر الشهداء 19 يونيو، ذلك واقع يجب أن تقصها لسائر المشاهدين لو سمحت. في تلك الواقعة وأنا أكتب الكتاب جاءني صديق رحمه الله عثمان حسن أحمد، وكنت أستعين به كثيرا لامتحان بعض الأفكار التي وردت في كتابي. عندما وصل إلى هذا طلب مني أن أزيله، فقلت له لماذا؟ قال لي لأنك تظهر النميري بمظهر الإنسان. لك القصة حقيقية عجيب. أننا كنا في يوم الشهداء وبعد فراغ الحفل قال لي تعال معي، فذهبنا إلى مكتبي وبدون مناسبة قال لي يعني أنا الاجتماع ده خلاني أحس بأنه عندي مسؤولية كبيرة. فقلت له في ماذا؟ قال لي اللي حاولوا يقتلونا والكتلناهم أو يعني قال لي دول كلهم أنا الآن شاعر بأني أنا متحمل المسؤولية عن أموتهم. ثم سال الدموع بكى بكاء مرا يعني قلت سائل الدموع. طيب من الذي ارتكب مجزرة قصر الضيافة للتاريخ أيضا لصالح من يشهد منصور خالد؟ أنا يعني في تقديري لا يمكن أن تكون مجزرة بهذا الشكل، هي قرار حزب، ليس هنالك حزب يعني الحزب الشيوعي ولو كان حزبا منقسما يعني ما الحزب الشيوعي ما جزارين يعني عشان يتخذوا قرار بهذا الشكل. لكن في تقديري الذي حدث وأن هنالك شخصا لم يرد أن يبقي على شاهد على تلك الأحداث، هذا هو الذي قضاها لهؤلاء الناس في تقديري. نريد تفصيلا يعني كل السجناء هؤلاء لو بعد فشل الانقلاب كانوا يعرفون من هم الذين ألقوا عليهم القبض، من هم الذين اقتادوهم إلى هناك، من هم الذين كانوا يقومون بالحراسة، وبالتالي لابد من إبادة الأدلة، ولا سبيل لإبادة هذه الأدلة إلا بإبادة الشهود. إذن هو قرار الانقلابيين وليس قرار الحزب الشيوعي. لا أستطيع أن أقول، أنا يعني لا يمكن أن أحمل الحزب الشيوعي كحزب مسؤولية كهذه. أنت تنطلق منين؟ من ولا أظن حتى الانقلابيين، لأنه أنا بتصور أنهم هم الأشخاص الذين كانوا موجودين في ذلك المكان. يعني تبع النمير ولا؟ لا مش تبع النمير طبعا، لا تبع ال طبعا تبع الانقلابيين يعني. كويس، يعني من وين جاياك يعني عدم التأكد من أنه الحزب الشيوعي لم يكن وراء هذا القرار؟ بس من منطق أخلاقي أنه لا يمكن أن يكون، مش بس منطق أخلاقي يعني، ما هي المصلحة التي تعود للحزب الشيوعي من قتل هؤلاء الضباط؟ ودول الضباط يعني لم يعرفوا بأنهم في عداء يعني مع الحزب الشيوعي. ما هي شهادتك للتاريخ أيضا حول اعتقال الرائد فاروق حمد الله وبابكر النور في ليبيا؟
لا أستطيع أن يعني كثير من الناس يقولون بأن هذا أمر تم بتشاور مع المخابرات البريطانية، ولا أظن أن ليبيا كانت في حاجة إلى تعاون مع المخابرات البريطانية. ليبيا كان لها موقف مناصر في ذلك الوقت للنمير، لن تقبل أي محاولة للانقلاب على النمير، وبالتالي يعني إقدام ليبيا على خطوة كهذه أمر غير مستبعد يعني. وما بفتكر أنه أيضا أن نميري أو أجهزة نميري في ذلك الوقت كانت يعني في الموقع الذي يمكنها من تأليب بريطانيا أو تأليب ليبيا أو تأليب مصر على اتخاذ خطوة هذه. طيب 76 نعم، وأنت كنت في الطائرة مع النميري، وكان من المفترض أن يقتل كل من في الطائرة، أن تقصف الطائرة، كيف ترى وقع 76؟ هذه هنالك أمر غريب، لأنه هذه الطائرة كان من المتوقع أن تصل في ساعات معينة، وكانت كل الإعدادات قائمة على ضرب هذه الطائرة عند هبوطها. وقبل مغادرة باريس في الوقت الذي كان من المفترض أن نقابله، جاء النميري وقال سنتحرك الآن، وكان هذا قبل ساعتين من الموعد. حاولت أن أثنيه لا لسبب، إلا لأنني ظننت أن في هذا يعني مضايقة لقبطان الطائرة وللفريق الذي كان معه، لأنهم كان لابد أن يناموا ساعات معينة قبل أن يتحركوا، ولكنه أصر. وشعرت يعني نتيجة الإصرار بأنه لابد أن يكون هناك سبب لا نعرف، وأنا لا أدري إن كان نميري قد اتخذ هذه الخطوة لأن معلومات قد جاءته، أو لأنه هذا حدث. وبالفعل وصلت الطائرة قبل ميعادها وقبل أن ينتقل الأشخاص المكلفون بإطلاق الصاروخ عليها وهي في الجو أو في عند الهبوط. يعني هذه أيدت، أنت قلت أنها يعني ساعدت تنامي الشعور عند الرئيس نميري بأنه من الملهمين بدون شك بدون شك. يعني من تلك اللحظة بدأ يعني يحيط نفسه أيضا بعدد من المشعوذين، ولا شك أن هؤلاء المشعوذين قد استغلوا هذا. هذا البرنامج برعاية سودابوست.